مزامي الواد الواد ده ولدي مزمل. الخليفة قال لي بيموت يوم 220 حوالي. مش هقعد مزمل. لا تقول غربان. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت. دي دارك توصل اللي بيت الإنجليز الكم مقفول ها؟ حرام نبيع الخمر. يبتدى هاي طبعا انت ما طلعت من الحلة المعولجة دي. الخرطوم ما شفتها. انا ما عندي بكرة. حابس روحك معي ليه؟ لبست الاسود في حياته ولا الحزن بقى عادة؟ انا لو مكانك والله يا ولد الملك وبعد ما تم 20 سنة اطلع لهم رسالة.